لماذا يبدو وأن الجمهوريين ليسوا هم حزب رئيس الولايات المتحدة الذي يواجه هذه المشكلة ويواجه هذه الاضطرابات في بلاده؟ أو على الأقل يبدو أن حزب الجمهوريين هو حزب في بلد غير أمريكا، في بلد لا تشهد مظاهرات فلويد حتى اللحظة. لا أبدا على الإطلاق ليست هذه الصورة. والبداية اسمح لي أن نترحم جميعا على روح جورج فلويد الذي بدأت جنازته قبل حوالي 3-4 ساعة. أهم رسالة كان فيها في متابعة هذه الجنازة كانت عبارة مكتوبة على الشاشة أمام ناظري جميع، وقد نقلت على الهواء مباشرة في مختلف وسائل الإعلام في أمريكا. قال: الآن أستطيع أن أتنفس. نعم. في مقولة أخرى: غير إني لا أستطيع أن أتنفس، وأستطيع أن أقول لك أنا كأمريكي الآن أستطيع أن أشعر بالارتياح بأن الجو العام في الولايات المتحدة قد تجاوز الخوف من وقوع صدمات عنيفة. الآن وفقا للرئيس الأمريكي ولوزير العدل الأمريكي، وفقا لمؤتمر صحفي عقده قبل نحو ساعة، الأمور هدأت ولا خشية من تجدد أعمال العنف. هناك جو عام في السعي إلى المصالحة. وأعتقد ما الذي تغير يا سيد بشار؟ أنه الذي تغير الآتي. أشكرك، هذا السؤال متوقع من صحفي مثلك. تفضل. متميز. الذي تغير: كلمة السر كانت أمس كرامب بن كرامب، بالسي تبدأ. بن كرامب هو المحامي والمتحدث باسم الضحية، عائلة الضحية. نعم. قال أمس في مؤتمر صحفي عقد تقريبا في هذه الأوقات، قال أنه لن تقوم هذه الجنازة ولن يدفن جورج إلا بعد تقديم الشرطة الأربعة إلى يتم اقتيادهم إلى السجن. وهذا ما فعله بالضبط عندما اتخذ القرار في مينيسوتا بأن تم إيداع رؤساء العناصر الشرطة الأربعة، ليس فقط ديريك، تم وضعهم جميعا بالسجن. الآن القضية أصبحت هي كيف نتجاوز هذا الجرح الذي لا شك. طيب. أنه هز المجتمع الأمريكي برمته.